نفى مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية التقارير الصحفية المضللة التي تحدثت عن تأزيم العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية، وأشار المصدر على وجه الخصوص إلى مزاعم الطلب من رئيس الحكومة مخصصات مالية من موازنة الدولة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وأكد المصدر عدم وجود أي مخصصات مالية للمؤسسة الرئاسية من موازنة الدولة وعدم توجيه أي طلب بهذا الشأن إلى رئاسة الحكومة منذ أغسطس للعام الماضي. وأهاب المصدر بوسائل الإعلام خصوصا في ظل هذه الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة تحري الدقة والتزام قيم الصحافة الأخلاقية بما فيها المصلحة العامة.